تلميذ من تلاميذ مركز أبي هريرة للدراسات العربية والثقافات الإسلامية. وقوف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الدعاء. الدعاء عبادة من العبادات العظيمة والقربات المحببة إلى الله تعالى، أمر الله تعالى عباده به في القرآن الكريم، حيث قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داهرين. وهو مناجاة العبد لربه في أي وقت يريده المسلم، فالله تعالى هو المجيب الدعوات. وقد وعدنا بالإجابة لدعوتنا فيما رواه أبو داود وغيره من حديث سلمان رضي الله عنه: إن ربكم علي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده صفرا. ولهذا أدعوكم أيها المستمعون الكرام إلى الاهتمام بالدعاء والحرص على المناجاة ربكم عند رخاء وفي شدة. أقبلني فولون إكياتي أولون كما باوجي سيري أما أرى إليري أما صحابة أري أتي أما تتالي تيجي دي أجيسا الدعاء. الدعاء جاء إجاسة كانينا أما جاسة إليه دوتوبي أسي جاء موين سمو أولون أبا تي أولون أبا نفسي زبو Allah ba pa awon erusun re lase lati ma se ninu Al-Qur'an Al-Karim nibi ti Allah ba ti wipe ati wipe Allah wipe e pe mi won si je ipe yin daju daju awon tan se igberaga si ijosin mi won iwo ina jahannam ni eni yepere adua si je ona ti erusun re ma ba ba Olorun re soro yala ninu irun re ni abi laarin oru abi leyi ke ya si godo ba Olorun. Allah subhanahu wa ta'ala o ni olugba adura be ni o ti si adehun gbigba adura wa o ji si olorun ko lohun se ki atola fun so ba yi pe daju daju olorun ija oba oni tiju oba lapele be ni o man tiju ti erusin re kan ba gbe owo re mejeje lo si odo re ki o wa da para ni ofifo nitori na mo ro gbogbo olute ti gbo mi ki a se so adura si se di owo wa ki a si mo pe olorun nikan ni ka mo kepe nkan mi do yato si a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al azizul hakim هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقصف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللهم ارحمنا بالقرآن.